والآن ينضم إلينا وزير الصحة دكتور سعد جابر. أهلا بك دكتور سعد في قناة المملكة. في أي مرحلة يمكن تصنيف الأردن وبائيا؟ هل هو تفشي أم انتشار أم بؤر؟ يعني حسب تصنيف. أول شيء مساء الخير إليك ستي ولسادة المشاهدين. أهلا بك. طبعا التصنيفات هي تصنيفات علمية، لكن نحن ما بين المرحلة الثالثة والرابعة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. يعني في بداية الانتشار المجتمعي نتراوح ما بين المرحلة الثالثة والرابعة، ما بين يعني البؤر الكثيرة وما بين الانتشار المجتمعي. بدون شك هذا يعني يدعو إلى تغيير الاستراتيجية والتعامل بشكل يعني مختلف عن المراحل السابقة، بس يعني هو طريقة تعاملنا، لكن الانتشار موجود. كيف سيكون شكل هذا التغيير؟ يعني هل الإجراءات الحكومية، خاصة أن الإجراءات الحكومية والإغلاقات تتغير من فترة إلى أخرى، هل سنعود إلى حظر شامل؟ ما هي السيناريوهات المقبلة؟ بدون شك يعني حظر شامل إن شاء الله ما بنصل له، نحاول كل جهدنا إن ما نصل للحظر الشامل. كما تعلمين كثير من الدول التي خففت من إجراءاتها بشكل كامل وتركتها لمناعة القطيع أو للمناعة العامة، هاي رجعت بعضها إلى الحظر الشامل. نحن وعلى لسان دولة الرئيس قال لن نعود ولن يكون هنالك حظر شامل، وإن شاء الله ما يكون في أي ظرف يدعونا لاتخاذ مثل هذا القرار. بدون شك أنه المسؤولية علينا كدولة وعلى المواطن يعني بالتشارك، بحيث أن نجنب وطننا الآثار السلبية القاسية لمثل هذا الإجراء، ونشاهد العديد من الدول تعود إلى الحظر الشامل إن كان في أوروبا أو دول أخرى قريبة من حولنا. لكن وضعنا الآن بشكل عام هو جيد، كثفنا من التقصي ومن زيادة الفحوصات، ولا نزال نعزل المصابين بحيث لا يزداد الانتشار المجتمعي، لكن لدينا سيناريوهات كاملة لا سمح الله في حال ازدياد الإصابات بشكل كبير. وبشكل آخر منظومتنا الصحية تزداد مكانة يوما عن يوم، العمل جاري على زيادة غرف العناية الحثيثة وتدريب الطواقم الطبية واستثناء وزارة الصحة من التعيين في ديوان الخدمة المدنية، حيث سيمر القادمون الجدد بدورات مكثفة للتعامل مع الأمراض وخاصة مرض كورونا. سوف نستلم مستشفى كامل للعناية الحثيثة بعد شهر من الآن. لدينا قدرات، ضاعفنا قدراتنا في العناية الحثيثة وأجهزة التنفس بما يزيد عن 60-70% عما كانت عليه بدء الجائحة. المجتمع مثقف بصورة أكبر، وندعوهم إلى الالتزام بالمعايير التي يعلمونها. التعاون كبير بين دكتور سعد بخصوص المستشفى الذي سيتم تجهيزه، ما عدد الأسرة، عدد الكوادر الطبية، أجهزة التنفس، كل هذه التفاصيل اليوم التي تهم المواطن. نعم، هذا مستشفى متكامل فقط عناية حثيثة، وهو الأول في الشرق الأوسط. سعة 70 سرير عناية حثيثة. طبعا هذا سيكون احتياط استراتيجي. مستشفى الطوارئ الجديد في مستشفى البشير يعني يستوعب 58 سرير عناية حثيثة. كان لازم نفتح المستشفى لاستقبال المرضى، لكن مع ازدياد الحالات طلب مدير المستشفى التأجيل لمدة أسبوع لنرى الوضع الوبائي. مستشفى الأمير حمزة كانت سعته عناية حثيثة قبل بدء الجائحة حوالي 32 سرير عناية حثيثة، الآن يستطيع استيعاب ما بين 80-100 مريض عناية حثيثة وأجهزة التنفس. فبالتالي زدنا قدراتنا، منظومتنا الصحية قوية، ووزارة الصحة لوحدها تستطيع استيعاب يعني المرضى، ولديها كوادر كافية ومدربة. لكن بدون شك أن شركائنا الاستراتيجيين، الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية، لديها أيضا كوادر مدربة وقدرات كبيرة تستخدم عند اللزوم. والخدمات الطبية تقوم باستقبال المرضى الآن والتعامل معهم،
لكن أريد أن أقول أن المستشفيات الخاصة تم تدريب العديد من كوادرها ويجب أن تكون جاهزة لأي طارئ لا سمح الله، وهذا جزء من استراتيجية كدولة يجب أن نكون جاهزين. نعم. بالحديث عن الكوادر الطبية، ما هي الإجراءات المتخذة لحماية الكوادر الطبية بعد تسجيل إصابات في كوادرها؟ بدون شك أنه تم التركيز على الكوادر الطبية باتباع كل سبل الوقاية، تم تزويدهم وهم مزودون يعني بالأصل بجميع وسائل الحماية وتم التركيز عليهم، تم عقد ما يزيد عن 400 ورشة تدريب وتثقيف لهم. الآن بدأنا وتوجد لجنة فرعية من اللجنة الوطنية للأوبئة تضع الآن معايير للتعامل في حالة إصابة يعني أقسام أو أجزاء يعني وماذا يجب العمل. كانت التعليمات هذه وضعت في شهر 4، الآن يتم تحديثها حسب معايير منظمة الصحة العالمية. الكوادر الطبية أينما كانوا أولوية قصوى، لأنه لازم المواطن لما يمرض يلاقي كوادر صحية تعتني فيه وبشكل ممتاز. طيب دكتور، ما هو عدد الإصابات الذي سيؤدي للوصول إلى العزل المنزلي؟ نحن نتحدث عن طاقة استيعابية لكافة مستشفيات المملكة ليس فقط المستشفيات الحكومية. نعم، لن يتم الآن. المناطق المخصصة للعزل هي مستشفى الأمير حمزة ومنطقة العزل في البحر الميت وأحد الأقسام في مستشفى الملكة عليا. القدرة الآن هي حوالي 1500، سيتم زيادتها بحوالي 1000 كمان في منطقة العزل. إذا تجاوزنا 3000 مصاب مرة واحدة موجودين، سوف نتحول إلى العزل المنزلي. لكن وبإيمان جميع أعضاء اللجنة الوطنية للأوبئة وهي تضم القطاع الخاص والجامعات والخدمات الطبية ووزارة الصحة وبعض الخبراء، أن عملية عزل المصابين تقلل حاليا من الانتشار المجتمعي. نعم. هل هناك أي خطط مدروسة مستقبلية بما يخص محافظات الشمال، إربد وجرش وعجون، مناطق الشمال، بإيجاد مكان مخصص للعزل فيها بدل الذهاب إلى مستشفى الأمير حمزة وأيضا منطقة البحر الميت؟ بدون شك توجد خطط، و يعني توجد دراسة الآن قائمة لإيجاد مكان عزل جديد هناك، ونتأمل من اللجنة التي وضعت الخروج بتوصياتها. الآن مناطق العزل الموجودة كفاية، لكن نحاول إيجاد أماكن عزل مناسبة بحيث أن نخفف على أهلنا في الشمال عناء التنقل. نعم دكتور جابر، ما هي معايير تحديث الدول التي سيستقبل منها الأردن الطيران المنتظم؟ بدون شك أنه طلعت مبارح قائمة محدثة كل 14 يوم تطلع، لكن حتى هذه الممارسة يتم مراجعتها من قبل الخبراء لتحديثها. الأردن هي الدولة الوحيدة لا زالت التي تقوم بالحجر المؤسسي، ونحاول التخفيف على المواطنين وخاصة أهلنا اللي في الخارج يعني بحيث أنهم نسهل عملية عودتهم، ويتم مراجعة هذه الآلية في الوقت الحالي. نعم، بخصوص عدد الإصابات المسجلة اليوم، هل هناك أي تفاصيل أو معلومات عن أعداد إصابات كورونا المسجلة اليوم؟ لغاية الآن ليست أعلى من المعدل اللي شفناه في الأيام الماضية، لكن طبعا نحن دائما نطلع تقرير عن طريق وزارة الصحة ورئاسة الوزراء موحد لعدم يعني إرباك المشهد الإعلامي، لكن الأمور إن شاء الله إنها ما تكون أعلى من الأيام الماضية. نعم. يعني إن شاء الله هذا ما نتمنى. وزير الصحة الدكتور سعد جابر، شكرا لك.